السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشرح الطريقة ديال التسجيل الأولي منظومة مسار بالنسبة للتلاميذ اللي وصلوا للسن ديال التمدرس. إذا بعد أول شيء الموقع اللي خصك ترويته راه نخليه أسفل ديال الفيديو، تضغط على التسجيل الأولي منظومة مسار، نتسناو حتى يفتح هذا الموقع. بالنسبة للإستمارة غتكون بهذا الشكل، مطلوب مني من أول حاجة تكون معلومات على المؤسسة اللي غنسجل فيها الإبن ديالي أو البنت ديالي. أول حاجة غنختار الأكاديمية أو الجهة اللي أنا ساكن فيها، مثلا الرباط سلاقة ونعطيرة. من غادي نختار الجهه هما غيختاروا ليا الاقاليم اللي تابعه للجهه او للنيابات، نختار مثلا النيابه اللي انا ساكن فيها. من غندير النيابه يعطيوني الجامعات اللي تابعه ليها، نختار الجامعه اللي انا ساكن فيها بطبيعه الحال. نختار نوع التعليم واش عمومي ولا خصوصي، ونختار المؤسسه اللي انا بغيت نسجل فيها الابن ديالي، ونختار المستوى واش اول ابتدائي ولا السنه الاولى من التعليم الاولي ولا السنه الثانيه من التعليم الاولي. نمر المعلومات الشخصية خاصة بالتلميذ. عندي النسب ديال التلميذ بالعربية، الكنية بالعربية، هنا بالفرنسية النسب بالفرنسية، هنا الاسم الشخصي ديال الطفل ولا ديال الطفلة بالعربية، هنا الاسم ديالو بالفرنسية. هنا نختار واش ذكر او لا انثى، لان هذه المعلومات خاصة بالطفل. نجيب المعلومات خاصة بالحالة المدنية، فهاد الامر غنحتاجو يعني النسخة من رسم الولادة اللي غنلقاو فيها. هنا غنحتاجو هذا الرقم، الرسم ديال الرقم او الرقم، نحتاجو رقم الرسم، السنة نحتاجو الهجرية والميلادية، اسم شخصيا مكتوب هنا بالعربية الفرنسية، هنايا اليوم ديال الولادة، السنة بالهجري والميلادي. هنا الامر نحتاجو هنا، نطلب من التاريخ الهجري و التاريخ الميلادي، غنلقاهم في رسم ديال الولادة نكتبهم مضبوطين. ممكن انا نختار من هاد لاجوندا هادي، ممكن نختار هنايا شمن سنة زيد الطفل، الشهر ايضا واليوم. الا بغيت السنة نضغط هنا عطيني السنوات، غادي نرجع مثلا السنة اللي نزيد فيها داك الطفل، ونختار مثلا الشهر، ونختار مثلا اليوم. بالنسبة لهاد التاريخ عندنا واحد الملاحظة ضرورية، اللي هما شكون الاطفال اللي مسموح بهم، مسموح لهم يتسجلوا. الاطفال اللي مسموح لهم يتسجلوا هما الاطفال اللي زايدين من 2014 او لا قبل منها، او لا من بين 1 شهر 1 2015 حتى 31 شهر 3 2015. دونك اي طفل زايد من بعد 31 شهر 3 2015 ما مسموحش ليه يتسجل، لان غيتسنى حتى الموسم المقبل. اذا ما خصنيش تفوتو 31 شهر 3 2015 سواء في التعليم العمومي ولا الخصوصي. اذا 31 شهر 3 ما نفوتوهاش في 2015. اذا انا باش نتاكد من تاريخ الميلاد ديال الابن ديالي باش نقدر نسجله، انا غندير مكان الازدياد، عندنا رسم الولاده رقم اللي قلنا نلقاوها هنايا، ها هو الرسم، نلقاو الرقم ديالو هنا الحاله المدنيه او عقد ازدياد، السنه الهجريه والميلاديه نلقاو ايضا الرسم ديال الولاده، الاسم ديال الاب والاب ديال الاب، يعني الاب والاسم ديال الاب ديالو، اسم الام واسم الاب ديال الام، يعني هذه معلومات خاصه بالحاله المدنيه للطفل. غنجيو المعلومات بالاولياء ديال التلميذ. هنا غنختار واش الاب هو اللي وصي الام ولا شي وصي اخر، مثلا العم او الخال، مثلا كان الطفل ما عندوش الاب والام. غنبدا الا كانت الاب هو المسؤول عن المعلومات، كان الاب هو المسؤول عن هذه المعلومات. عندي رقم بطاقه، هنا نختار هذا الخيار الا ما كانت عندي رقم بطاقه، هنا الا عندي بطاقه ما نقيش هذا الاختيار هذا، ونعمر هنايا مثلا الاختيار ديال رقم البطاقه الوطنيه. هنا الاسم بالعربيه، النسب بالعربيه، الاسم بالفرنسيه، النسب بالعربيه، المهنة ديال الولي، العنوان ديالو، البريد اللي عنده شي بريد الكتروني، هنا الهاتف ديالو. من بعد غنضغط على حفظ الطالب. هنا ممكن مثلا اذا كان الوصي كان اختار الطريقة هذه ديال الوصي، شكون هو الوصي، واش هنا الولي الامر، نقدر ندخل هنا معلومات بنفس الطريقة، الاسم، النسب، رقم البطاقة الوطنية، المهنة، العنوان، واي شيء اخر. من بعد غنضغط على حفظ الطالب، وغنكون درت تسجيل اولي للطفل ديالي برسم هذا الموسم.